منذ أن أسسنا القناة على اليوتيوب تحدثنا عن الحب في 10 حلقات مختلفة نظرية. العمل صعب صراحة. ناقشنا الموضوع من ناحية طبية وعلمية ودينية وأخلاقية واجتماعية. ناقشنا الموضوع لدرجة ماذا يحدث لهرموناتك وخلاياك عندما تحب. ولكنني لم أفهم أمرا واحدا بالحب. لماذا نحب ونستلطف أحيانا أحدهم بدون سبب؟ أخبرني صديقي قبل 5 سنوات تقريبا أنه أحب فتاة معه في الجامعة، لم يكن بينهما أي حديث، فقط رآها في بيئة الجامعة وكان يستلطفها جدا، كان يراها أجمل النساء وألطفها وأرقها إلى آخره، ويسألني ماذا يجب أن يفعل. على أساس كنت عارف أنا يعني، مع أنني عندما رأيتها وجدتها عادية جدا في نظري، وليس كما يخبرني من صفات خارقة، أو ليس كما يراها هو، ولكن على ما يبدو هو الحب من النظرة الأولى. فدعني أخبرك عن سبب حبه الغير مبرر وبدون سبب بعد أن عرفت فقرات طبعا. السبب أنك قابلت بالفعل مسبقا من تحب في عالم الذر أو عالم الميثاق. كيف؟ في بداية الخلق الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج منه كل ذريته. طبعا أنا وأنت كنا منهم، كنا من الحاضرين وقتها، وأشهدنا الله عز وجل وقتها وقال ألست بربكم؟ قلنا بلى أنت ربنا، كما في الآية الكريمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في ذلك اليوم كنا أرواحا في عالم يسمى عالم الذر أو عالم الميثاق، يعني اليوم الذي أخذ الله عز وجل منا الميثاق. اجتمع وقته هناك كل أبناء بني آدم من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم يأخذ الله الأرض ومن عليها، وكانت هناك الأرواح مرتبة ومصنفة ومعلمة فيما بينها، ونحن كانت أرواحنا موجودة وقتها تتقابل وتتعرف هناك. فلما تعرفت وتألفت مع أرواح أخرى وقتها، ألفتهم عندما قابلتهم في الدنيا، وعندما تنافرت مع أرواح وقتها تنافرت منهم عندما قابلتهم في الدنيا. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذن الله خلق الأرواح وجعلها تتألف فيما بينها قبل أن يخلق الأجساد. وهذا والله أعلم تفسير لماذا نحب أحدهم أو نستلطفه بدون سبب واضح. ولا يشترط في ذلك طبعا أن يكون الحب فقط بين رجل وامرأة، بل أحيانا يكون بين صديقين، يعني أنت تقابل شخص وتشعر أنك تستلطفه فتقوي علاقة الصداقة معه. ولكن تخيل ماذا لو أن روحان تقابلان في عالم الذر أو الميثاق وتآلفا، ثم تقابلا في الحياة الدنيا وتزوجا؟ أليست هذه قمة الرومانسية؟ يقال أن أقوى أنواع الحب هو الذي كان مسبقا بين الأرواح، فامتدت علاقتهم من عالم الذر إلى الحياة الدنيا وحتى بعد مماتهم. فلو تزوجت أنت مثلا روحا مشابهة لك وعشتما في الدنيا، الله سبحانه وتعالى سيحشرها معك يوم القيامة لتؤنسك في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قبل فترة ليست بعيدة شخص أعرفه ماتت زوجته في الصباح، فتوفي هو في المساء بعد دفنها، وقصص كثيرة مشابهة، ولكن قليل منا من يقف ويتفكر لماذا حدث ذلك بعيدا عن الجانب الطبي والعلم. ولكن على الطرف الآخر مثل لما توجد روح طيبة تحبك وتألفك، فيوجد أيضا روح خبيثة تكرهك وتبغضك بدون سبب. لذلك بعض الناس ثقيلة لا تستلطفهم، مع أنه لا يوجد أي موقف سلبي بينك وبينه، فقط هكذا لم أستلطف. فالأرواح كما قلنا جنود مجندة وأصناف مصنفة، منهم الشرير والخبيث ومنهم الصالح الطيب. وأنا أحببت وتألفت مع روح خبيثة فهذا دليل على خبثك، والله أعلم. هناك امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بأنها مضحكة أهل مكة، يعني كانت تضحك النساء هناك. فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة تركت هي أيضا ديارها وذهبت تهاجر مع المسلمين. وعندما دخلت المدينة طرقت على أول بيت أمامها، ففتحت لها امرأة من الأنصار فقالت لها أنها من المهاجرين وأنها تريد أن تنزل في بيتها، وسألتها هل إذا يوجد عندها رجال، فردت وقالت أنها أرملة وحيدة ولديها 4 بنيات ترعاهم. فاستقبلتها وقتها ومكثت في بيتها 3 أيام، ثم استأذنت منها لتذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها لتعلن إسلامها للرسول صلى الله عليه وسلم. فسألت السيدة عائشة: منذ كم وصلت إلى المدينة؟ فقالت: منذ 3 أيام. فقالت لها: أين نزلت؟ قالت: نزلت عند امرأة أرملة لديها 4 بنيات. فعلمت السيدة عائشة وقتها أن مضحكة أهل مكة نزلت عند مضحكة أهل المدينة وتألفتا معا دون تخطيط مسبق. وعندما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ابتسم وقال حديثه المشهور: الأرواح جنود مجندة. إذن الأصل في التقاء الأرواح
هو تشابه الصفات. ولكن يوجد الكثير من الأشخاص أحبوا بعض من النظرة الأولى وبعد فترة تطلقوا بل وكرهوا بعض أيضا. أمريكا مثلا منبع الرومانسية ومسكن هوليوود كما يقال، كل 36 ثانية يوجد حالة طلاق هناك، وأعتقد أن كل 36 ثانية هناك يوجد مليون حالة حب من أول نظرة لدرجة ما بتعرف مين ابن مين يعني. لذلك مسألة الحب من أول نظرة لا تكفي، الزواج قائم على الرحمة والمودة بين الخطيبين أو الزوجين، فالزواج قائم على المسؤولية وليس الحب فقط. وإلا لو وجدت والده كل صباح يهدي الورد لوالدتك ويترك العمل والسعي وراء جلب مصادر دخل كريمة لأسرته. والسبب أنه لا يكتمل، لأن الحب هو ميل وعاطفة والعاطفة غير ثابتة، فالحياة يجب أن تكون متزنة مبنية على الحب والعاطفة وعلى المسؤولية والمنطق إلى آخره. طيب لو افترضنا أنك في عالم الذر وأحببت شخص ما هناك، ولكنه لم يبادلك نفس الشعور في عالم الذر، ولما أصبحت في الدنيا أصبح حب من طرف واحد، ما العمل؟ هنا أتذكر مقولة لأديب هندي يقول: هل تعرف كيف تقتل نفسك دون أن تموت؟ أحب شخص لا يحبك. ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ الإجابة بسيطة، هو في عالم الذر والأرواح والخوارق لم يحبك، هل سيحبك في الدنيا يعني؟ يعني أترك الأمر يا صديقي. قبل أن ننهي الحلقة أيها الأحبة، سجلنا كتاب جديد على تطبيق ستوري تيل اسمه هل أنت غبي عاطفيا؟ كتاب رائع جدا يندرج تحت تصنيف التنمية البشرية، أسعد باستماعكم إليه. طبعا نحن نسجل بشكل دوري هناك، تابعوا الكتب الخاصة بنا هناك وهذا شيء يسعدني. وسأعرض عليكم الآن مقتطع من الكتاب، سجلناه وصورناه، أتمنى أن ينال إعجابكم وانتظار تعليقاتكم على أدائي وعلى الكتاب نفسه من داخل التطبيق. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. قررت أنا كمسلمة ترتدي غطاء الرأس أن أختبر تأثير رسم ابتسامة بسيطة تحمل معاني الثقة بالنفس والتصالح على وجهي في المواصلات العامة. وأثناء جلوسي في الترامفاي لفترة طويلة حتى ذهابي إلى مقر عملي، وضعت خطة أنه على حسب ما يسمح لي الموقف فسأقوم بإلقاء تحية الصباح على من أختبرهم لأرى مدى تفاعلهم واستنكارهم وربما دهشتهم أو استجابتهم من عدمها. وكان استهدافي في هذه التجربة للسيدات كبار السن اللاتي يتجنبن دائما الاحتكاك بالمسلمات احتقارا لهن، واعتقادا منهن أنهن مقهورات غير متعلمات لا يردن تعلم لغة البلد التي يقمن بها، والتي ليس لهن هدف غير إنجاب الأطفال وتحصيل المال، أو على الأقل هذا ما تصوره وسائل الإعلام الموجهة لتقلل من دور المرأة العربية ونجاحاتها. والحقيقة أنها كانت تجربة ثرية وممتعة للغاية، فكنت أنتظر حتى تطلع راكبة وتجلس أمامي، فكنت أنظر في عينيها بابتسامة خفيفة غير تطفلية. البعض كان ينظر إلي في ارتياب، والبعض الآخر يشيح بوجهه ثم يرجع مرة أخرى لينظر إلي في خلسة ويلقي نظرة خاطفة ليتأكد هل لازلت أبادله الابتسام أم أنها كانت تهيؤات واهية. وعندما تجد السيدة دعوتي للابتسام قائمة كانت تبادلني الابتسام أو تؤمي برأسها في تردد وحذر. وفي بعض الأحيان كنت أودع من تنزل في محطتها بكلمات أتمنى لك يوما سعيدا، فتزداد حيرتهم أكثر وسرعان ما يسعدون بهذه المبادرة ويبتسمون في إيماء شكر وامتنان. على اختلاف الطباع والأعمار والألوان والنفسيات والأزمنة، تأكد لي بالتجربة أن الابتسامة هي بطاقة الائتمان التي تؤهلك لشراء رصيدك عند البشر أينما تحل. استنتجت وتأكدت من تجربتي أن الابتسامة وانبساط عضلات الوجه هي كالطريق ذي الاتجاهين، عندما تبتسم وترسل إشارة بدء بالراحة يطمئن لك الآخرون، فلا يكون لهم اختيار سوى مبادلتك الابتسام.